محمد عبد الله المصري عيسى، مدير تحرير مركز بدر السخنه. كان معانا نسبه ملوحه كانت عاليه في الارض، وكانت الانتاجيه مش مظبوطه. الملوحه قبل لما تحصل عند المشكله دي كم جزء في المليون؟ كانت 1630. كانت في مشاكل في النمو الخضر عندي، وكان في قله في الانتاجيه، كانت الجوده ما كانتش مظبوطه برضو معايا في العنب. مين اول واحد كلمك على جهاز دلتا ووتر؟ انا شفته عند ناس، اقتنعت له وجبت الجهاز. النتيجه ابتدت تبان عندك بعد قد ايه؟ تغير يعني بعد حوالي شهر من تركيب الجهاز. بدا كنت مركب في اول الموسم، النمو الخضري ممتاز جدا، والانتاجيه بقت ممتازه، والتحجيم نفسه اساسا من ساعه ما اتعدلت والتحجيم مظبط معايا، وفي تناسق في الالوان، اللون جه معايا السنه دي سريع، الجوده ممتازه، يعني وصلت معايا الحبايه من 22 ل 24 مللي. ما شاء الله. الانتاجيه فرقت زياده، فرقت كتير.